نخش لمنطقة الصدر، في حاجة بالنسبة للرجال في حاجة اسمها التسدي. التسدي ده هو كبر أو تضخم في عضلة الصدر والغدد اللبنية في ثدي الرجال، فيتكون. وطبعا التضخم ده أسبابه كتير جدا، في الحاجات اللي هي شائعة اليومين دول في صلاة الجيم وكده، ان المدرب بيبتدي يدي الأحماض الأمينية للأولاد عشان يحصل لهم تضخم في العضلات، بيحصل مشاكل معاها طبعا في تراكم للدهون في منطقة الثدي وتضخم في الغدد فتؤدي للتسدي. في طبعا الاكل اللي فيه استروجين زي الفراخ والاغذيه اللي مش مظبوطه، والفاست فود اللي هي الحاجات اللي هي الهمبرجر والحاجات اللي موجوده في الاسواق دي، كل الحاجات دي فيها استروجين وبالتالي بتؤدي الى تسدي او تضخم في عضله الغدد اللبنيه للرجال. في اسباب بقى عند البلوغ مع الاضطرابات الهرمونيه اللي بتحصل عند البلوغ، ممكن يحصل تضخم برضه في الغدد اللبنيه للثدي الرجالي. مع تضخم الغدد دي بيحصل ان الدهون بتتراكم جواها. الدهون اللي موجوده تحت الجلد في نوعين منها، في جزء سطحي اللي هو تحت الجلد مباشره وجزء عميق. الجزء العميق ده بيستجيب للاحتراق، بمعنى ان انا لو عملت رجيم لو عملت رياضه الجزء العميق ده بيحصل له احتراق ويختفي من الجسم، انما الجزء السطحي اللي هو تحت سطح الجلد على طول ده الجسم بيحتفظ بيه مدى الحياه، ما بيحصلوش الا لو دخل العيان في مجاعه زي ما بيحصل في الدول الافريقيه فتبتدي الجلد يبقى العظم على طول. تمام؟ الغده اللبنيه بتاعه الثدي موجوده في الجزء السطحي ده، فبالتالي مفيش اي حميه او رجيم يقدر يخلي الدهون اللي اتكونت دي يحصل لها احتراق، فبالتالي الغدد دي لازم يتم استئصالها سواء كان جراحيا او بشفط الدهون. ومعانا صوره كده نشوف الطريقه بتاعه علاج التسدي، وهي عباره عن احنا بنفتح في منطقه ما بين الهاله ومنطقه الجلد، بنبتدي نعمل شفط للدهون. طبعا العمليات دي بتتم عند سن 18 سنه مش قبل كده، عشان تكون الغدد وصلت للحجم المناسب اللي هي يقدر الجراح انه يعمل استئصال ليها. بنبتدي نعمل شفط للدهون اللي هي ترابد او محبوسه جوه الغدد دي، وبعد كده عن طريق نفس الفتحه نقدر نشيل اللي قبلها على طول، نقدر نشيل الغدد. بعد شفط الدهون هنلاقي ان الشكل اللي هو على اليمين دون بيبقى عبارة عن الجلد في السطح الصورة والعضلات في أسفل الصورة، وما بينهم في تليفات اللي هي كانت ماسكة الدهون فيما سبق أو الغدد. عشان ما يحصلش تراكم للدهون في المنطقة دي مرة أخرى لازم العيان بنخليه يلبس مشد أو كروسيه، عبارة عن زي الهدوم كده بس بيبقى من مادة ستريتش ويبقى ضاغط بحيث يخلي الجلد ملاصق للعضلات، وبالتالي بيحصل تليفات بين الجلد والعضلات والمنطقة دي ما يتكونش فيها أي ترسبات دهنية في المستقبل. والشكل النهائي طبعا للعمليات دي بيبان بعد 3 أشهر. في بعد كده منطقة الثدي للسيدات، في يا إما الثدي بيبقى أكبر من الطبيعي، وده بالنسبة لتصغير الثدي ممكن يتم عن طريق يا إما بنشفط الدهون لو هو حجم الثدي صغير للسيدات، أو إن إحنا بنعمل إزالة لجزء من الدهون والغدد للثدي، ويا إما إن إحنا بنزيل جزء من الغضاريف بتاع الجلد بتاع الثدي. ممكن نعمل برضو عمليات تكبير للثدي في حالات النحافة، ان احنا بنفتح في المنطقة الثانية اللي ما بين الثدي والبطن، بنفتح جرح بيبقى طوله حوالي 4 ل6 سنتي، وبيتم وضع جهاز سيليكون طبعا عشان الجلد والدهون الثدي الغدد الموجودة بيبقى الجهاز ده تحتيها، فبالتالي ما بيحصلش مشاكل ليه، لكن بيتم تغييره بعد حوالي 10 سنين عشان بيتكون حواليه غلاف ممكن يغير من شكله. ممكن برضو لا قدر الله لو الثدي فيه عملية استئصال قديمة ممكن نعمل له إعادة بناء عن طريق عضلات البطن أو عضلات الظهر. في منطقة الذراع برضو بيبقى فيه ترهل، لو العيان وقف قدام المراية وبص على ذراعه هنلاقي ان الذراع ممكن يبقى الترهل أولوفر او كل الجلد وفيه دهون،
وده بيحتاج لعملية إزالة، بيبقى الجرح من أول إلى آخر الذراع بالظبط كده. وممكن يبقى الترهل في ترهل لكن مفيش دهون، وبالتالي هيحتاج لإزالة الجرح برضه من طول من أول الكوع لمنطقة الإبط. لكن لو ترهل في منطقة العلوية بس من الذراع في منطقة تحت الإبط على طول، ممكن بيبقى الجرح قصير وعرضي في منطقة الإبط، ولو في كمية من الدهون فقط هي اللي موجودة دي ممكن نقدر نعمل لها شفط دهون فقط بدون أي ندبات. أرجو أن نكون وصلنا معلومة طيبة للسادة المشاهدين، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.